اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتوتيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء مع السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. كل عام وانت بخير حسين. ومقابلتنا جميله وسعيده في رمضان في الشهر الكريم ده. الله يبارك فيك. وقبل ما ابتدي عايز ادي تحيه للجيش الابيض، ربنا يخليك. بصراحة يعني عاملين مجهود غير عادي، وبالأخص في رمضان. نعم. وبيضحوا بوقتهم وأرواحهم وكل شيء. فعلا والله جيش أبيض، إحنا عندنا يعني متوازية مع الجيش بتاعنا، ربنا يحميكم كلكم. يعني ما هو أصل حضرتك الجيش النظامي والجيش الأبيض بيحكموا نفس القوانين اللي هي القوانين الصارمة. يعني إحنا عندنا في الطب قوانين صارمة، يعني لا نقبل خطأ، لا داخل العمليات. صح. ولا سيما في المؤسسات الكبيره زي الجامعات والمستشفيات كده ما فيش هزار. يعني ما عاوز اقول لك، لو في الجيش ممكن يعنف ويحبس على اي خطا بيعمله، تقريبا بيحصل عندنا كده. وفي عندنا حضرتك من ضمن الحاجات حاجه اسمها موربيديتي اند مورتاليتي كونفرنس، ده بيتعمل اسبوعيا في كل وحدات الطب في جامعه عين شمس لمستشفى الجامعه. يعني الحالات اللي بيحصل لها يعني ما خفتش او اتعمل لها طولت في العلاج او حصل لها وفاه بتدرس. تمام. ويحصل الاطباء المعالجين ولجنه كبيره جدا بتقيم العمل، وممكن يبقى فيه جزاءات، بس دي حاجات داخليه. فالجيش الابيض نفس قوانين الجيش النظامي. طب هل يا دكتور يعني لو دخلنا شويه في المطبخ بتاع الجيش الابيض، هل المنظومه اتغيرت؟ انا شايف بصراحه يعني الدنيا ماشيه، يعني انا مش هنحسد نفسينا ونقول احسن من بره، بس الحمد لله نوعا ما. هل بيبقى في سرعه؟ جيوش مصر دايما منحول سيادتك، جيوش مصر دايما بتاخد على عاتقها انها تتحمل التضحيات. يعني حضرتك انت تخش اي معركه في بلادنا دي، انت بتخش بامكانيات اقل من العدو. تمام. وبتعتمد على العامل. حاضر، هخلص دي ونخش على طول. اوكي. بتعتمد على العامل البشري اللي هو عنده فداء عالي جدا، ما تجدوش في اي جيوش العالم. تمام. والعامل البشري ده اللي هو بيضحي بحياته، على فكره الجيش الابيض بيضحي بحياته خالص. تمام. يعني احنا ما عندناش الحاجات اللي هي تحافظ على صحتهم زي الجيش النظامي. يعني الجيش النظامي ممكن يبقى اقل امكانيات، ما ياخدش مثلا، ياخدها يقول لك لا احنا ما عندناش امكانيات. لا 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 لا، يعني تطبيقا لكلامك انا شايف ان هم كانوا عاملين استعدادات يعني على طول، وواقفين فعلا على الجبهه قبلها. يعني مش بس على المستوى الفردي، على المستوى كما احنا في مصر عندنا الفداء عالي، دي حقيقه. صح. في اي حتى غير الدول الاسلاميه والعربيه. تمام. في مصر عندنا الفداء عالي جدا. خلاص نستعين بالله وناخد اول مكالمه. اتفضل يا فندم. مدام امال، السلام عليكم. عليكم السلام، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. بقول لك ايه يا دكتور، انا باخد حقنه الانسولين، فلما حقنه ما بلاقيش دم بينزل، ده عادي؟ لا، انت حضرتك بتاخديها الحقنه تحت الجلد في البطن ولا في الدراع ولا في الفخذ؟ لا انا باخد، ما تخليها تبطل، نقول الحاجات اللي بنقولها في الاول. طيب. نبعد عن التلفزيون، نبعد عن التلفزيون او نوطي التلفزيون، ونقول السن والطول والوزن واخر تحليل سكر كام. نبتدي باول خطوه كده على السريع عشان وقتنا. نبعد عن التلفزيون ونوطيه، والسن والوزن لو سمحتي. انا عندي 55 سنه، السكر عندي بقاله 5 سنين، وطولي 160 ووزني 65. طيب، يبقى الانسولين بالنسبه لك صحيح، ممكن نتعالج بالانسولين، مفيش مشكله بالمعطيات اللي حضرتك قلتيها. احنا بنخاف اولا ان يطلع دم مكان حقنه الانسولين الابره الرفيعه، ده مش وارد. واخد بالك؟ هي الخط قطع. تمام، الخط فصل. ماشي، شكرا. شكرا مدام. مش وارد ان يطلع نقطه دم. طب انا ليه سالت الحاجات التانية وقلت لها في الفخذ ولا في البطن ولا كده؟ انه كل مره ما تطلعش يعني بسبوز الدم دي انا خاف. يعني هو ممكن الدكاتره تفرح بيها، بس انا ممكن يبقى عندي تحفظ ان ممكن يكون المنطقه اللي بتحقن فيها دي بقالها كتير بتحقن فيها وتليفت. وادام تليفت يبقى كميه الدم اللي موجوده مكان الحقن مش كافيه، فالامتصاص هيقل. ولذلك انا هنا هي بتخلع تسال سؤال معين
لكن انا عاوز اعرف سكرها الصايم كام، اللي بعد الاكل كام، منتظم ولا لا، لان ده كله هيكون له مردود على اللي هي بتقوله. تمام. الناس بتتهيأ ان هي هتسال سؤال واحنا هنقول كده ايه، احط اسمنت ولا جبس؟ يا ريت لو في نصيب وتقدر تتصل تاني. حط اسمنت وشيل الجبس مش بتاعتنا. اخبار حضرتك. يا ريت لو في نصيب ده. طب يا دكتور، انت حضرتك من قبل الحلقه كنا بنتكلم في موضوع في غايه الاهميه، انا بعتبره يعني حاجه من الصعب جدا اللي بيمر بيها مريض السكر، وهي غيبوبه السكر. نعم. احنا الاول نقول يعني ايه غيبوبه. غيبوبه يعني ان المريض يفقد الوعي. طيب فقدان الوعي، من نايم فاقد الوعي. تمام. يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ النائم واللي الاثنين فقد الوعي، النوم وهو فقد للوعي. لكن صح. فقد الوعي العادي اللي هو المرضي بقى، ان النايم سيادتك ممكن تصحيه، سواء تنادي عليه او لو نومه تقيل تشيل من عليه الغطا او تاكله قلمين. صح. يعني الواد مش عاوز يصحى من النوم. متهيألي الاقتراح الاخير كويس. وحينما هو يصحى من النوم حضرتك، تمام، اما يصحى من النوم المفروض يفوق افاقه كامله. الا برضه لو عايز قلمين تاني عشان يصحصح معاك، يعني ما يقومش انا فين انا فين يا ابني انت في البيت، قال لا الساعه كام، احنا بالنهار ولا بالليل، صح، ومش عارف يحدد لا نهار ولا ليل ولا عارف يحدد مين اللي بيصحيني، ما يعني مش عارف ابوه ولا عارف امه. تمام. لو عندك حد على ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه منى، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. ممكن اتصل مع الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا دكتور، سامعك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا مريض السكر من 15 سنه. نعم. عندي 50 ووزني 100، وحضرتك باخد انسولين، باخد 55 وباخد 25. يعني بتاخدي 80 وحده في اليوم؟ ايوه حضرتك. المعكر ولا المائي؟ لا معكر. وباخد نوع تاني برشام سكر، بس ما اعرفش لو للاسف اسمه، ب 175 جنيه. ب 100؟ 75 جنيه. يمكن حاجه بقى من الحاجات اللي هي مثلا جالوميت، جالفاسميت، ايه؟ كبسوله حمراء حضرتك. حبه مرتين في اليوم ولا مره واحده؟ كنت باخدها مرتين بس حسيت بهبوط جامد والدامله كده، فالدكتور قال لي خديها مره واحده بس. السعر ده بيدينا دواء اسمه دي بي بي 4 انهبيتور، ودي مجموعه ادويه كتير يعني اقدرت، بس شكلك ان انت دلوقتي، انا الدكتور كان مانع عني الصيام خالص، فانا حضرتك انا ما قدرتش بصوم، بس قبل الصيام بعمل تحليل زي ما حضرتك قلت، فالسكر بيطلع عندي 110 اللي هو الصايم، بس بعد ما باخد الكوبايه العصير او الثلاث بلحات بحس ان انا مش قادر اقف خالص، جسمي كله مكسر ومش قادر اقف خالص، ببقى حاسه ان انا هروح في غيبوبه. طيب انت حضرتك قلت لي وزنك 100 كيلو. ايوه وزني 100 كيلو، بس حضرتك عايزه اسمع بعد ما اقفل، الله يكرمك يا دكتور. بتقول ايه؟ عايزه اسمع ردك بعد ما اقفل، الله يكرمك. عايزه، معلش. لا ما انا يعني محتاج نقط، انا بعالجك على مستواكي مش بعالجك على الكتاب. فانا عايز يعني اسال اسال اسئله. انت اتفضل. طولك كم سنتي؟ الايه؟ الطول. الطول 155. 155 ووزنك 100 كيلو. وزني 100. ايوه. وقبل رمضان كان السكر بيطلع 110 الصايم. السكر حضرتك كان 302. قبل رمضان. الفاطر. طيب والصايم؟ والصايم كان 160. امال بتقولي 110 انا سمعتها. لا حضرتك ده دلوقتي في الصيام، حضرتك دلوقتي في الصيام، قبل ما بفطر بحوالي 3 دقايق او 5 دقايق بعمل تحليل. قبل الفطار؟ قبل 110، قبل الافطار. ايوه. طيب خليك عشان بص ردك سهل قوي، انت بتاخدي دلوقتي قبل الفطار 55 وحده مش كده؟ باخد 55 بس انا مريض قلب. استني يا ماما، انا سالتك على القلب. ايوه يا دكتور. وقبل السحور 25؟ باخد قبل السحور 25. ايوه لحضرتك. طيب انت هتاخدي قبل السحور بلاش 25، هتاخدي 20 كفايه. وبعدين انت تخينه على طولك، المفروض الكميات الانسولين دي تنزل للنص. يعني أيوة. انت وماشي على غلط. تاخدي بعمل ايه حضرتك يا دكتور؟ هو السكر كان عالي قبل رمضان. لا ما انت بتاكلي كتير. استنى يا ست الكل، خلاص اقفلي. خلاص خلاص يا استاذه منى، الدكتور هيرد عليك. شكرا. احنا دلوقتي بص، اه هي وزنها 100 كيلو، تمام، طولها 155 ولا 150،
واخد بالك ايه؟ المفروض يبقى وزنها 60 65 بالكثير 70 عشان احنا مصريين والشيف اهو عامل منبار ومبهدل الدنيا. واخد بالك ده كل اخر مش هناكل احنا وخلي بالك. لا ان شاء الله ده لا ممكن نعمل حلقه الساعه 9 كمان واحنا مصريين ولا فضحكم واجيب الكاميرا عليهم. واخد بالك حضرتك؟ فهو احنا دلوقتي يا استاذ حسام هي اتفقنا بقالي 3 سنين ولا 10 سنين بتكلم في الموضوع ده واساتذه السكر مش عارفين الكلام ده. الوجبات علاقتها بالوزن تمام والانسولين او الحبوب علاقته بالسكر. يعني واحده وزنها 100 كيلو يبقى ما تاكلش وتصوم تقول لك السكر هينخفض اقلل العلاج صح واخد بال سيادتك ازاي؟ لكن هو علاجها في الاساس ان وزنها ينزل من 100 يبقى 80 يعني ايه عشان تأثر الطريق باختصار حاليا لازم بقى تبتدي بالوزن إيه؟ يعني هي هتعمل ايه؟ هتقلل كميات الانسولين لان الانسولين بيتخنها صح اخبار حضرتك اما هتقلله السكر هيعلى تقوم تقلل الاكل يبدا وزنها يقل تبقى انسانه جميله وشيك صح لكن لو فضلت زي ما هي كده خلاص بعد شويه ال 55 هيبقوا 100 وحده وهكذا. انا متهيألي الاستاذه منى خدت حقها كده. نخش على الاتصال اللي بعده. استاذه انتصار سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا ست انتصار. عايز اكلم الدكتور من فضلك. اتفضلي الدكتور سامعك انت على الهوا اتفضلي. انا عندي السكر يا دكتور باخد انسولين قلم. اوكي. باخد انسولين قلم. وبطلع 350 ومرة 400 باخد 40 ده 41 درجة في الليل و40 درجة في الصبح قبل الفطار. طيب حضرتك السكر ده صايم ولا فاطر ولا ايه؟ لا فاطر 300 يطلع 400 وصايم 350 350 و400 مش كده؟ انت قصدك صايم 350؟ طيب. وفاطر 400. السؤال اللي بعده ايه بقى انت اسامه معايا وزنك قد ايه يا فندم؟ باخد انسولين خلاص 40 و40 ماشي اوكي حضرتك وزنك قد ايه؟ وزني 80 كيلو. وطول سيادتك؟ طولي 60 65 يعني 165 يعني وزنك 80 بتاخدي اي ادويه ثانيه غير الانسولين للسكر؟ باخد بالشنطه. طيب هتاخدي حاجه رخيصه اسمها جلوكوفاج 1000 او في منه جلوكوفاج او سيدوفاج بتاع السكر ده بتاع سكر ده لان انت حضرتك دلوقتي الانسولين انا لو اديتك انسولين اكتر من كده مش صح احنا لازم نساعد بحبوب تخفض السكر بتاعتك وتسد نفسك شويه فهتاخدي حضرتك جلوكوفاج 1000 او سيدوفاج 1000 حبايه قبل الفطار وحبايه قبل السحور في رمضان وان شاء الله بعد رمضان وعليك خير تاخدي حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء يا ريت لو المعده استني بس بكمل لو المعده هتستحمل الجلوكوفاج او السيدوفاج لان هو دواء احيانا بيتعب المعده لو هتستعمله ناخده قبل الاكل بنص ساعه عشان يسد النفس كمان دي واحد اتنين هتمشي لك نص ساعه لو قدرتي الا جان مش هزود انسولين اي دكتور هيزود لك انسولين ده مش صح لان هتخش في دايره مغلقه وجسمك هيتعود عليه ومش هيجيب نتيجه بعد كده احنا النتيجه بتاعتنا هتطلع بعد اسبوعين او ثلاثه يبان ان السكر بدا يتحسن ان شاء الله. تمام استاذه انتصار انا شايف انك انت مش مجمعه شويه مع الـ مع الـ مع الـ الاسامي بتاع الدواء فلو سمحتي بتخشي حضرتك بس حضرتك اسمعيني بس حضرتك اسمعيني فبتخشي على الفيسبوك قناه الصحه والجمال او اليوتيوب قناه الصحه والجمال هتسمعي كل حاجه بوضوح لو ما قدرتيش حد يساعدك ان تخش عليهم. شكرا استاذه انتصار. ناخد الاتصال اللي بعده ام حسام سلام عليكم. سلام عليكم السلام. ايه يا ست ام حسام. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي ام حسام سامعك. بقول لحضرتك يا دكتور انا كان عندي اختي كان جالها عصب سابع فعمل لها يعني عوج لها قولي عيدي بس الجمله الاخيره. كان الو شكرا شكرا ام حسام عاود الاتصال لو سمحتي. هي دلوقتي انا هعيد تاني للمره المية اتفضل يا دكتور. لو تلاحظ الاسئله اللي احنا بنسالها اسئله بسيطه قوي قوي وتقريبا صح. دي بيعتمد عليها العلاج بنسبه 80-90% تمام. طبعا هناك اوضاع اخرى لازم ناخدها في الاعتبار
أكيد. يعني عدم وجود كشف على المعيان ده بيخلي علاجنا مش 100%. طيب. ام حسام رجعت لنا. طيب اتفضل. ام حسام. اهلا وسهلا. اتفضلي. وبعدين بعد كده يعني هي بقت تخف قوي، وبعدين وشها وكفوف ايديها اسودوا قوي ازرق. خليها تبدا من الاول. طب بقول لحضرتك حاجة أم حسام، خليكي بس معايا دقيقة واحدة كده، هناخد مع بعض ثواني عشان نحل الموضوع. أنت ما بتتكلميش على نفسك مبدئيا صح؟ لا لا، هي أختي. أختك. أختي. طيب. عندها 53 سنة. عندها 53 سنة. الوزن كم؟ كان هي كانت وزنها يعني حاجة و90، دلوقتي وزنها حاجة و50. كانت 90 وأصبحت 50. في فترة قد إيه خسرت 40 كيلو؟ فهي عملت تحاليل. فترة قد ايه؟ فترة قد ايه خست 40 كيلو؟ فترة حوالي 8 شهور. 8 شهور. طيب اتفضلي. وبعدين هي عملت حاجة اسمها، قالوا لها تحليل ايه؟ النحاس زايد في الدم. عندها ايه؟ عندها ايه في الدم؟ يعني طلبوا منها نحافة في الدم. يعني. نحافة. لا، طلبوا منها تحليل النحاس، وطلبوا بعدين ما عندهاش كورتيزون. ضغطها وطي خالص. ايوه. فالحاجات دي يعني انا بسال، يعني هي عملت تحاليل كتير، فاحنا مش عارفين يعني مثلا هي دلوقتي العصب السابع ده بيخلي الوش يسود قوي وكفوف الايد. العصب ولا مثلا هي مثلا العصب بايه بيشد في الايد ولا بتقولي ايه؟ العصب السابع. لا، بيخلي الايد تسود قوي. الايد بتخلي الايد تسود. ايوه خلاص انا وصلت المعلومه. ايوه خلاص. يعني دلوقتي الضغط واطي والسكر واطي صح؟ لا والكورتيزون واطي. موافق وتسود. ده كلام مظبوط. تسود. خدت علاج ولا لسه ما خدتش؟ اسمعيني بقى. طيب خلاص. ام حسام لما الدكتور يتكلم خدت علاج ولا ما خدتش علاج؟ خدت العلاج. بدات تتحسن ولا لا؟ لا، هو قال لها لخبطه في المناعه. بقى لها قد ايه بتاخد علاج؟ هي بقى لها حوالي شهرين. مفيش اي بادره تحسن؟ لا مفيش. طيب بتاخد علاج كورتيزون صح؟ بتاخد كورتيزون وقال لها يعني اسمه ايه؟ حاجات طبيعيه. مش أنا عارفه. أنا اجاوب. انا نفسي الناس اللي اتصلوا بيا اجابه كلمه. اسم العلاج اللي بتاخده ايه؟ لا، ما انا بالصدفه يا دكتوره ما شفت حضرتك، يعني ما كانش محضره يعني نفسي. طيب شكرا جزيلا. يبقى حضرتك احنا بنبقى موجودين اسبوعيا، جايب لنا كل حاجه عشان نساعد ان شاء الله. ام حسام وانا هتكلم عليها طبعا دلوقتي. طبعا اكيد الدكتور هيرد عليك ومش هيبخل بالرد، بس لو سمحتي حضري كل المعلومات، جيبي كل التقارير كل التحاليل عشان الدكتور يقدر يديكي الروشتة السليمه. هو نقص الغده الكظريه، ده نقص غده الهرمون الغده الكظريه، انها مجموعه الكورتيزونات اللي بتطلع من الغده اللي فوق الكليتين غدتين، وفعلا دي بتسد النفس وبتخلي المريض وزنه يقل وضغطه يقل وسكره يقل، وممكن ما يقدرش يجيله غيبوبات كمان وانخفاضات شديده في السكر وفي الضغط، نوبات. تمام. وما يقدرش يواجه يعني مشكلات الحياه، يعني ممكن مع اي موقف محتاج يعني وقفه كده ينهار، مش بيمثل، يعني ضغطه يقع والدنيا تقع. لان الكورتيزون ده زي الادرينالين، ممكن نسميه هرمون الشجاعه، يعني بيدي القوه طب ايه سببه؟ هنا في الطريقه اللي هي بتقولها دي واضح ان الغده الكظريه الاثنين الجهاز المناعي اثر عليهم، يولعوا بجاز ولا فارقين معانا بحاجه. اسئله مناعه وهنخش في المناعه بقى، ويقول لك الكورونا والمرونه والحاجات دي. لا، حتى ده مناعه، مش كل مناعه تبقى كورونا. صح. انا يهمني ايه؟ ان انا اعمل علاج تعويضي للغده الكظريه. والعلاج التعويضي لازم اخد بالي ان ما الغده الكظريه تكون اتاثرت، ممكن يكون في غدد تانية اتاثرت. فانا اقعد حاطط في دماغي جزمه قديمه وعمال اعالج في الغده الكظريه وهي بتحطم في حاجات تانية، وفي حته تانية لازم اكملها معاها. صح. ولذلك من شهر العيان من اسبوع بيتحسن. يعني انت بتديله العلاج، عارف الفرس اللي بارك؟ تديله العلاج يوم يقف. واخد بال حضرتك؟ فكون ان بقى لها اسبوع، حاجه من اتنين، يا اما نوع الدواء، ولذلك سالت عليه وهي بتروح داخله في حاجات تانية كده. نوع الدواء كورتيزون من الانواع التي لا تناسبها. تمام. عشان رخيص مثلا او التاني مش موجود، او الجرعات الدكاتره خايفين يدوا جرعات سليمه، والتالته بتاعتهم ان في هناك مشكله تالته هم مش واخدين بالهم منها وعاملين يبصوا على الغده الكظريه ويسقفوا. تمام. ناخد ام احمد وبعدها الاستاذه شاديه. ام احمد سلام عليكم. ايوه
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه بالصحه والسلامه. عايزه بس اقول للدكتور على حاجه، استشيره على حاجه. اتفضلي الدكتور سامي. انا عندي سكر، باخد جينوميت بعد الفطار، وباخد انسولين الساعه 10 بالليل، وباخد كلوكوفاج في السحور. طيب السكر دايما بعد الفطار بيكون 200 210 220، لكن في بعد مثلا بعديها باربع ساعات او بالليل ابص الاقيه بقى 110 120، يعني بالليل بيبقى كويس. بالليل الساعه كام يعني مثلا بعد السحور، يعني اقيس مثلا الصبح الساعه 6 كده انا. طيب. بقى 110. طيب. 120. هي المشكله عندي بعد الفطار، كلتي قليل كلتي كتير، ابص الاقي بقى 200. ليه 200؟ طيب. اخد حاجه قبل الفطار؟ اسمعي يا ست، قبل يعني. مين اللي قال لك تاخدي الانسولين الساعه 10 بالليل؟ الدكتور اللي انا كنت بروح له. طيب ما ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل ومش عايزه زكاوه. انت سيادتك بتفطري والسكر بعد الفطار بساعتين بيوصل 200، ناخد حقنه الانسولين قبل الفطار، وبعدين انت ماشيه غلط. الجالفاسميت ولا جينوميت اللي انت بتاخديه قبل الفطار برضه عشان يشتغل على الساعتين بعد الفطار. انت حضرتك بتاخديه بعد الفطار ما يشتغلش، يتاخر. اخد الجينوميت قبل الفطار؟ ايوه. واخد الانسولين بعد الفطار؟ لا قبل الفطار برضه. قبل الفطار الانسولين والجينوميت؟ ايوه، هيظبط لك السكر حضرتك اللي هو بعد الاكل تلاقيه بقى طبيعي ان شاء الله وتدعي لنا. والله يا دكتور يعني، طب معلش يعني قبل ما افطر اخد الجينوميت وبعدين اخد الانسولين الاثنين مع بعض؟ ايوه يا فندم، ده انت هتاكلي. مش هيجيبوا لي هبوط؟ هبوط مين بس يا ريت؟ اما اجيب لك هبوط ادعي لنا ونقلل الانسولين او نشيله. ايه اللي بقى؟ تمام. يا ريت ده نجاح، اما السكر يهبط. تمام. هبوط السكر. طب ناخد بنشكرك يا ام احمد والله، علشان حاجه كمان انك انت كنت مجهزه نفسك ومحضره نفسك ومريحه. لا احنا ما شاء الله احنا فين. لا دي فاهمه، هي فاهمه بتعمل ايه. يا ريت يا ريت الاتصال اللي بعد كده زي ما شاء الله احنا عندنا. استاذه شاديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام والله. الحمد لله. الدكتور معاك اهو، سامعك. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. ورحمه الله وبركاته. انا وزني 92 كيلو. طيب. وطولي 157. ماشي. وسكري في 300 في 400. السن بقى السن كام؟ السن 53 سنة. طيب، وبقالك السكر بقاله كام سنة عند سيادتك؟ يعني عدى ال 15 سنة. عظيم كده، ممتاز. عندي صوابع ايدي اليمين الصباع الوسطاني ده العقلة اللي فوق بينطر معاكي، بينطر. ايوه يا دكتور. الصباع بينطر؟ مش بينطر، يعني منمل خالص، ما بحسش بيه، يعني يمكن كفة ايدي اليمين كلها. ماشي. تعبان. طيب بص عليا على الشاشة كده. ايوه. ده كف الايد اليمين اهو بتاعنا. ايوه. الحتة دي اللي في الحرف دي اهي، دي برضو منملة ولا مش منملة؟ لا الحرف لا. طيب الحرف ده منمل؟ لا، الصباع الصوابع العقل اللي فوق الحبة دول بس، العقل بس اللي هم دول الصوابع. طب الايد التانية فيها ولا ما فيهاش؟ يعني قليل قوي، بساعات بتجيلها. ولكن انت قلت الكف كله فيه وانت بتتكلمي سيادتك. لا الصوابع الصوابع لا. طيب خلاص وصل. بتاع الكف ده لا. الرجلين اخبارها ايه؟ الرجلين حلوه، يعني انا بحطها ساعات في ميه دافيه وخل تفاح وخردل. المهم تنشفيها كويس قوي بعد ما تطلعيها احسن، يحصل يعني التهابات فطريه. يعني اذا حسيت بتعب بعمل كده. طيب السؤال ان انت السكر بتاعك مظبوط؟ لا والله هو في ال 300، انا باخد انسولين. طيب ما هو الف ب ظبط معدل سكر الاول وبعدين نتكلم. طيب دكتور انا باخد الانسولين بحس ان انا جعانه قوي. صح، يوديك في ده الانسولين. انا الدواء ده ما بحبوش انا طبيعي. طيب. يعني الجا ليه، هو سهل للدكاتره صعب على المريض. طب هل هو بيريح المريض السكر؟ بيريحنا انا كدكتور، لان هينزل السكر بسرعه والعيان ينبسط، وانا عاوز اريح دماغي. وده مش صح. طبعا على العيان بقى يتخنه، يخليه يجوع، ياكل كتير ووزنه يزيد، وبعد فتره زي ما هي بقت 300. طب بعد كل ده هل هو مفيد لمريض السكر نفسه ولمرض السكر هو نفسه؟ لازم يستعمل بس عشان هي على الخط. طيب بقول لي حضرتك. نعم. احنا قلنا الصايم 300 والفطر 300 تقريبا، مظبوط؟ اه. ووزنك زياده عن اللازم.
92. 92. طب احنا عايزين نخس مع حضرتك من 15 ل 20 كيلو. انا بديك علاج يا ست الكل ينفعك طول عمرك ان شاء الله، مش مساله سنه ولا اتنين ونرجع تاني. لو احنا عايزين علاج بنسميه راديكال ثيرابي، وراديكال هنا معناها ريداكيليه، يعني الحلول القاطعه لا رجعة، لا رجعة فيها. لازم نخس 15 كيلو، وانا هقول لك تعملي ازاي. هتبداي بالرجيم وتمشي كل يوم نص ساعه او ساعه، هتلاقي السكر اتظبط. اول ما يتظبط تبداي تسحبي الانسولين شويه. طب دلوقتي احنا نعمل ايه والسكر منيل بنيله كده؟ لو ما انا خلال 10 ايام ما عرفتش انزل السكر بالمشي ونسبه وكميه الاكل، يبقى هضطر ان انا ازود ادويه مع الانسولين. بلاش انسولين، يعني بدل ما ازود نسبه يعني كميه الانسولين هتتخني، وبعد شويه بعد ما هتتظبط السكر هيعلى تاني. فانا هديك حبوب في حاجه اسمها دولسيل 3 مللي جرام، تاخدي حبايه قبل الفطار وحبايه قبل السحور الى جانب نعم دولسيل الى جانب العلاج اللي انت بتاخديه، 3 مللي جرام قبل الفطار وقبل السحور الى جانب العلاج اللي انت بتاخديه. واخده بال حضرتك؟ ممكن ناخد جلوكوفاج او سيدوفاج 1000 حبايه حضرتك قبل الفطار كفايه. انا عندي السيدوفاج 1000، خدي منه حبايه قبل انت بتاخديه عليا دلوقتي؟ معايا 850. ينفع، خدي واحده قبل الفطار واحده قبل السحور ونشوف ان شاء الله. قطع الخط. شكرا شكرا استاذه شادي. ناخد معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حاله بك؟ قول تاني. الحمد لله تمام والله. ابعد عن التلفزيون بس اولا. ما بعيد منه والله. ماشي. كل سنة طيبين. انت بالصحة والسلامة. ممكن اكلم الدكتور بس؟ اتفضل يا فندم. دكتور سامع. يا دكتور معايا الضغط بيوطى، انا لو كلت حاجة حلوة كده بالضغط بيوطى معايا، حتى لو في اي يعني، هو سنه صغير برضه لسه. كم سنك؟ 23 سنة. متجوز؟ لا مش متجوز. ما انت لو اتجوزت ضغطك هيعلى. يبقى احنا كده، يبقى اذا هنا من ضمن فوائد الجواز، او مثلا يقول لك ايه في الطب عندنا، يعني ايه امتى تستعمل مرض تنبسط منه. فهو هيتجوز يعني ده مرض، بس هيصلح له المرض الاصلي. يعني الجواز مرض، مش الماينس في الماينس بزائد. طب هو مرض ولا فيروس؟ طيب 23 سنه ضغطك بيبقى كام يا حبيبي؟ ده بيبقى مره 120 على 80، 120 على 120 على 60. ماشي. ومره ثانيه يطلع كام؟ و100 120 بيبقى على 50 برضو. طيب سؤال، في دكاتره شافوك اثناء النوبه دي ما جات لك؟ لا، هو الصيدلي بس اللي بيشوف. طيب ايه الاعراض اللي بتجي لك اما الضغط بيطلع 120 على 60؟ بتبقى في الجسم بيبقى معايا مهبط، وبيبقى في دوخه، وزي اللي حد زقك للامام كده او للخلف. طب بص يا ابني، انا شايف ان ممكن يكون، اسمعني بس، في ناس كتير يمشوا 120 على 60 او 50 حتى ويبقوا طبيعيين. انا ارى بحسي ان الموضوع ما بيكونش هو الضغط السبب، بيكون عندك حاجة نفسية، متضايق مش عارف ايه، والدخة تجيلك والتلوهة، فبالبديهي يروح للصيدلي اثلي يقول له 120 على 50، يربط دي مع دي، ونفضل احنا نعيش في موضوع الايه الكذا. صح. عملية الضغط اللي هو بيكون الفرق كبير بين العالي والمنخفض، اللي هو مثلا الطبيعي 120 على 80. طب ليه بقى ايه اللي يخليه 120 على 50؟ ممكن يكون عنده انيميا. تمام. فاحنا نعمل صورة دم رخيصة كده، وطبعا في حاجات تانية بس انا مش عايز اقولها على الهوا ولا هو عشان ما يتخضش، بس خلينا في الانيميا المعروفة. تمام. ويروح حتى عند دكتور كده صغير ولا حاجة، يعني يبص لنا عليه ويكلمنا الاسبوع الجاي. لكن انا شايف ان الضغط ده مش هو سبب المشكلة، اعتقد المشكلة نفسية. انت معايا الخط ولا مشيت؟ لا ماشي خلاص. ماشي يعني استاذ محمد. اعتقد ان الحالة، لكن انا مش هعلله الضغط يا استاذ اسامة. تمام. يعني مش هعليه عن 120 على 50، لان عشان اعلي ال 50 دي اخليها 70، ال 120 هتضرب 140 في عيل صغير 23 سنه. مش هيبقى كويس. وانا بحذره انه ما يمشيش ورا الدكاتره اللي هتدي له نقط وتدي له حبوب والكلام ده، الا لما نوصل لتشخيص 100% لو ان احنا اقتنعنا ان هو ده السبب. يا ريت كنت سمعت الدكتوره استاذ محمد. هناخد الحاجه سيد وبعديها استاذ طلعت. حاجه سهير، سلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام. كل سنه وسيادتك طيبين. طيبه يا طيبه. النبي يا دكتور استحلفك بالله، انا عندي عندي 67 سنه وانا 170 كيلو وطولي 153، فانا الغدد عندي حمرانه، فانا عاوزه العياده بتاعت سيادتك عشان اروح تكشف عليا الغدد الحمرانه دي، عشان انا قوي مش بقدر امشي على رجلي. حضرتك 170 كيلو الوزن مش كده؟ اه. طيب اتفضلي اقفلي وانا هرد عليكي. حاضر. ماشي يا حاجه سهير. بالنسبه بص يا فندم، الاوزان العاليه قوي بتبقى محتاجه اكتر من حاجه عشان تنزل الوزن. يعني بتبقى محتاجه علاج طبيعي اللي هو المجهود، تمارين رياضيه، ومحتاجه غدد صماء، ومحتاجه دكتور تغذيه، وربما ده كله محتاج ممكن نركب بالونه في المعده. طيب. واحيانا تعمل اللي هو تحويل المسار بتاع المعده، لان 170 احنا عايزين ننزل 70 كيلو. طيب. حتى لو الغدد احنا طبعا انت عندك طب الكشف، طب احنا رجعني ليها تاني بس انا ما فيش مشكله. يعني حضرتك مش هينفع ان انا اكشف، يعني هنتشرفيني في العياده وحد مش عاوز يشتغل، بس أكيد. انا عاوز افيدك، مش هتيجي بس لمجرد ان احنا نقعد نتكلم واقول لك خدي شيح وحط نقط والكلام اللي بيعملوه ده مش بتاعنا والله. اتفضل. ماشي ناخد الاستاذ طلعت. سلام عليكم. رجعني ليها تاني. لا هنرجع تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل يا استاذ طلعت، سامعك. يا دكتور انا عندي ضغط رافع باستمرار، وعندي سكر وضغط انسولين الم متستار 30، وعندي تورم في رجلي باستمرار. طيب نبدا الاول، احنا بنعلم الطلبه بتوع الطب حاجه اسمها الشيت، اللي هو حضرتك زي كده ما شايف قاعد اهو، بيبدا يقول مكونات الاكل الاول. بقول لك ايه، شوف ده انا دلعتك اخر دلع، فانت تلم الحاجات اللي انت عمال تطلعها من البتاع كده، واخد بالك، ومالكش دعوه احنا اللي هنشيل. انا مش عارف اشتغل من الريح. انا عامل له ايه ده، عمال يطلع ويعمل، هم شايفين وكل دي لا وبعدين بيضحكوا الاثنين، انا اعمل ايه انا دلوقتي. طيب حضرتك يا اخي الفاضل، سن سيادتك كام سنه؟ 70 سنه بس. ربنا يديك الصحه والعافيه. الوزن كام يا فندم؟ وزن سيادتك؟ الوزن يا استاذ طلعت 125 سنة. طيب مش مهم الطول، لان 125 حضرتك مهما تكون هتبقى 170 180 فانت تخين سيادتك. في ضغط وسكر يا اخي، مش كده يا فندم؟ استاذ طلعت انت بس قرب التليفون كده، اتكلم بصوت عالي شويه وابعد عن التلفزيون والشغلانه اللي احنا بنقولها دي. بقول لك ضغط وسكر. ضغط وسكر. باخد حبايه اللي هي اكس مايت 10 ديت، بننزل الميه اللي في رجليا ديت. ايوه اكس مايت. بس بعديها بتعب على طول. طبعا يا حبيبي، عارف بتتعب ليه؟ الاكس مايت بينزل البوتاسيوم من جسمك، والشيف هيقول لنا بعد كده الاكلات الغنيه بالبوتاسيوم. فحضرتك البوتاسيوم بينزل من الجسم، البوتاسيوم ما بيقل نتيجه مدرره البول، بيعمل همدان وارتخاء في العضلات. اتفضل كمل. ايوه يا دكتور. اتفضل يا استاذ طلع. بتاخد ايه للسكر يا فندم؟ الو. ايوه يا فندم معاك والله، بتاخد ايه للسكر سيادتك؟ باخد اكسمايد، باخد انسولين الم ميكستار ب 30. طب يا حبيبي الجرعه قد ايه سيادتك؟ انا الدكتور خلاني اخد لحد 50. على مرتين ولا مره واحده يا اخي؟ لا 50. فطار و30 في السحور. يعني حضرتك 20 فطار و30 سحور. طيب بتاخد حاجه تانية للسكر غير الانسولين؟ لا ما باخدش اي حاجه غير الفيتامينات بس. طيب والضغط حضرتك بتاخد له ايه؟ الضغط باخد نوفلوب بلس. طيب الضغط مظبوط خلاص؟ نعم. الضغط بتاعك مظبوط على العلاج ده؟ مظبوط. طيب. بيرفع في حالات بسيطة يعني. طيب السكر بيطلع كام يا اخي؟ السكر بيوصل ل 350 و400 ساعات. وظائف الكلى طبيعي مع الورم اللي موجود في جسمك؟ وظائف كلى، كبد، كل حاجة، بعمل تحاليل دورية يا دكتور. طب الورم في الوش ولا في الرجلين؟ الورم في الرجلين بس. مع القعدة الصبح أكتر ولا بالليل؟
يعني انا يعني وانا نايم كده بيحصل توهم، مشيت مشوار وخلصت مشوار كله كده الورم بيروح. يعني مع المشي الورم بيروح؟ مع المشي الورم يروح خالص. طيب سيادتك في دوالي في الصقير ولا عروق زرقاء في رجليك؟ لا ما فيش اي حاجه من دي يا دكتور. طيب دلوقتي حضرتك ما فيش الم في الرجلين خالص؟ لا في اللي هي التنميل اللي في الصوابع من قدام يا دكتور. خلاص بص يا فندم دلوقتي احنا السكر العالي ده ابسط حاجه واسهل حاجه ان احنا نزود جرعات الانسولين. بس زي ما انا دايما بقول حضرتك دي حلوه للدكتور وحشه للمريض. لان المريض حضرتك بنزود الانسولين وزنك هيزيد كمان. يعني لو حضرتك انت دلوقتي بتزيد كيلو في الشهر ممكن يبقوا 2 كيلو في الشهر، يعني في السنه تحط لك 20 15 كيلو بسبب الانسولين، لان الانسولين بيجوع زي ما حضرتك قلت. فهنا ادام ما عنديش حاجه في الكلى، ما عنديش حاجه في الكبد، ممكن ادي حبوب. وانا اقول ان احنا ممكن ناخد حبوب من الحاجات اللي هي مش رخيصه. في دواء اسمه نوفو نورم عشان سنك كبير، نوفو نورم 2 ملي، واحده قبل الفطار واحده قبل السحور، تضيفها على الانسولين. وزن سيادتك ده لازم نعمل ريجيم ونقلله، وانت اما هتنزل من وزنك في الاكل والكلام ده هتلاقي الورم بتاع الرجلين راح. الاكزامايد مش دواء كويس، فحاول تقلله، تاخد منه مره او مرتين في الاسبوع، وتاكل الخضروات غنيه بالبوتاسيوم، يعني زي اللي فيها التفاح، بلاش التفاح عشان بقى يعني خضروات الجرجير والبقدونس ومش عارف ايه، ده الكلام ده حضرتك فيه البوتاسيوم. تمام استاذ طلعت، نتمنى لك الشفاء. ناخد مدام سلوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. لو سمحت انا مريض السكر وضغط. نعم ماشي. فحصلت ازمه عندي كده، فالضغط السكر والضغط عالي، فوصل السكر ل 600. نعم. فعمل لي جلطه في عينيا. الف سلامه. الجلطه دي الله يسلمك، انا الجلطه دي عملتها قبل كده من سنتين ورجعت لي تاني عشان السكر معايا مره واحده. لا استني بس، الجلطه خدت حضرتك الشريان اللي بيغذي الشبكيه؟ كان الجلطه فجائيه يعني لا سمح الله. لحظه واحده اطفى النور زي التلفزيون ما بيطفش. لا مش اطفى النور، هي ايه، هي عين واحده مش عينين. ما انا فاهم. العين دي الشاشه قفلت. مش قفلت، غمامه كده بس شايفه بيها، بس حته سودا وحته بيضه، حته سودا وحته بيضه. لا ده نزيف، ده بقى اكتر يمشي مع النزيف. ما اعرفش بقى، هو الدكتور عمال لي حقن. ايوه الحقنه اللي هي ب 4000 5000 دي. لا يا دكتور هي ب 750. يبقى كورتيزونات وحاجات. طب بقول لسيادتك، الدكتور قال لك ان ده نزف في الشبكيه ولا انفصال شبكيه ولا؟ لكن جلطه دي مش ماشيه قوي في الشويه دول يعني. لا لا مش ماشيه قوي، هو قال لي عباره عن تجلطات. يبقى في الشبكيه. وقبل كده كان عندك شبكيه، الشبكيه بايظه بالسكر. كانت برضو كان عندي جلطه وكان عندي نزيف في الشبكيه. بالظبط. لا بلاش كلمه جلطه، دي جلطه غلط. حضرتك هتخلي الدكاتره لو واحد مش شاطر يمشي على كلامك ويديك هدايا ويتعبك جدا. يعني كلمة جلطة يا فندم هندي سيولة في الدم، السيولة في الدم تعمل لك نزف أكتر، يعني لا قدر الله يعني ممكن النظر يروح 100%. فلازم نخلي بالنا لأن ممكن يكون دكتور ما عندوش خبرة وما بيعرفش يفسر ما وراء الكلام أو يربطه ببعض صح. سليم. وياخد الكلام على علته. لا هو مش ياخد على كلامي، هو يفحص ويحدد ويشوف هو هيقول إيه. أنا لازم حضرتك دلوقتي أعمل حسابي وأنا بتكلم، لأن لو غلطة أنا اللي هتحملها في الآخر. فانت دلوقتي حضرتك عندك نزف في الشبكيه نتيجه السكر، والسكر ما بيعمل ما بيعملش نزف على فكره. الفكره اتعملت دي خلال الخمس ست سنين اللي مشوا، ده مش وليده اليوم يا فندم. في تكون اوعيه دمويه جديده بطريقه عشوائيه داخل مقله العين بتصيب الشبكيه، قابله للنزف في اي وقت، ولا سيما لو الضغط عالي او حصل هزه جامده في العين او غيره. دلوقتي سؤال سيادتك ايه؟ انا سكري 385 صايم ماشي، وباخد جلوكوزان 1000 الصبح بعد السحور وبعد الفطار، بعد الفطار وبعد السحور. على مالي سيادتك؟ يعني سيادتك السكر 375؟ 85. ده صايم يا فندم؟ صايم. لا ده فاطر. فاطر طب الصايم يعني بيطلع كام، 250 مثلا؟ 250 واقل،
بس انا لما لقيته كده وعايزه انزل سكري بالعافيه، انا خدت كلوكوفانس واكلت زبادي فقط، فقسته لقيته بعد الفطار بساعتين 185. فغلط اللي انا انزله مره واحده كده، يعني انا صراحه انا ماليش نفس الاكل ومن زعلي عايزه انزله باي طريقه. لا هو مش غلط ما اكلش. اسمها ايه؟ مدام سلوى. يا مدام سلوى، مش غلط ان السكر ينزل بسرعه لو انت ما بيجيلكيش اعراض. يعني افرضي واحده سكرها 350، ده اوروبا بتدخلها المستشفى عشان تنزله الى 120 و130 تحجزها خلال يوم. فسيادتك ان انا انزله بسرعه ما يجراش حاجه ما دام العيان يستطيع ان يتحمل، او لا تاتيه بمعنى اصح لا تاتيه اعراض ناتجه عن نزول السكر السريع. لكن النزول مطلوب على فكره. انا بتحمل يعني، انا يعني انا باكل مخصوص عشان العلاج، لكن انا ولا بيجي لي نفس اكل ولا نفسي بتشتهي اي اكل. وظائف الكلى كويسه والكبد كويس؟ الحمد لله الحمد لله كله كويس. يعني المشكله اصلها العين عاده بيبقى معاها كلى، معلش، واعصاب طرفيه. اعصاب طرفيه. طيب احنا دلوقتي حضرتك احنا بناخد انسولين 50 وحده مش كده؟ لا باخد 1000. ما باخدش انسولين خالص. لا احنا ممكن حضرتك في مدرستين برضه عشان اقول لسيادتك الحقيقه. في مدرسة يقول لما العينين بتصاب بهذه الطريقة بنخاف من الانسولين لانه ممكن يزود تكوين الاوعية الدموية الجديدة، وفي مدرسة تقول لك لا ده الانسولين هو علاج للشبكية. واخد المدرستين؟ تمام. فانت دلوقتي سكرك اللي هو ال 300 ده مش هيجيب معاه في الفترة غير انسولين. واحنا نمسك العصاية من النص، ناخد انسولين لمدة شهرين ثلاثة ونوقفه على ما الجسم يريح. وهتكلم انا في الفاصل كده لو بقينا فاضيين ليه الانسولين، ناخده فترة وجيزة ونظبط الدنيا. فانت حضرتك اقترح تاخد انسولين حضرتك في نوع اسمه لانتوس او ميكس دارت الرخيص. خلينا في الميكس دارت 30، ناخد 20 وحده قبل افطار رمضان نجرب كده بالراحه، لقينا كويسين ممكن نزوده ل 30 وحده لحد ما سكرنا يتظبط، نقعد مظبوط لمده شهرين ثلاثه، ابدا اسلك الانسولين وارجعك على الحبوب تاني ويكون الدنيا اتعودت عليها ان شاء الله بالشفاء مدام سلوى. ناخد اتصال بعد ام احمد. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش انا كنت مع الدكتور بس اساله على حاجه الله يبارك لك واستني بيه. معاك. لا اوطي التلفزيون شويه بقى لان احنا سامعين التلفزيون. يلا يلا خلاص احنا عاوزين نعمل يافطه هنا ولا القواعد الاتصال. ما انا لو كل مره اقول وطي التلفزيون دقيقه وابعدي دقيقه وبتاع يبقى مفيش حلقه. الو اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا اللي كنت باخد الجينوميت والانسولين، انا باخد 8 وحدات انسولين بقالي شهرين، هل في دواء عند حضرتك اجي لحضرتك تكتب لي دواء بدل الانسولين؟ لا وتيجي ليه؟ ما انت حضرتك اهو على الهوا لانك هتيجي يعني عاوزه تدفع فلوس كتير ليه؟ طيب الا لو فشلنا على الهوا يبقى لازم هتيجي وتدفع فلوس كتير بقى ويبقى رزقنا. غير كده انا مش عايز حضرتك، مش لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بامر الله يعني. طيب بالنسبه للانسولين لازم اخد على طول خلاص طول العمر؟ لا انت بتاخدي 8 وحدات بس. 8 وحدات. لا ده ممكن نشيلهم. واحده جينوميت واحده كلوكوفاج. بصي ال 8 وحدات ممكن اشيلهم بشريطه ان سكر الصايم وبعد الاكل بساعتين يكون طبيعي. طيب. سكر الصايم كام؟ الصايم ساعات بيبقى 120. كويس. 100 يعني ما بيطلعش 130 عمره الصايم. حاضر. السؤال على قد الاجابه. بعد الاكل كام؟ بعد الاكل 200 220. لا مش هقدر اوقف الانسولين دلوقتي حضرتك. طيب. امسك الاكل وامشي ووريني شطارتك وقولي لي السكر الصايم 100 110 بعد الاكل 130 140، اقول لك شيل العلاج كله. الف سلامه. شكرا يا مدام سلوى. دكتور ناخد ام احمد. اتفضل. هو ماله؟ السلام عليكم. محدش فارق ده احنا فصلت. طيب انا عايز بس نرجع للحاج سهير اللي انت قلت لك سيادتك قلت لي فكرني. ايوه هي كان وزنها 170 كيلو وبتقول لي والسن 67 والطول 153. شاطر. وكانت هي عايزه تيجي العياده عندك بس طبعا لا ما هو العياده هتبقى حضرتك احنا دلوقتي مش هنقدر ننزل من هنا كغده صماء اكتر من 15 20 كيلو. واحنا عايزين ننزل هنا 60 70 كيلو فلازم هيبقى اكثر من عياده. اولا هي هتبقى في علاج طبيعي طبعا 67 ما اعرفش هي ما بتعرفش تمشي طبعا بالوزن ده 170. والسن ده مش هتعرف تمشي. انا ارى ان احنا نلجا مباشره هي 67 سنه 67. هل زملاتنا لا ساعات كمان تحويل المسار والحاجات دي ما بيرضوش يعملوها بعد السن ده
لان طبعا ما انتش عارف يعني اللي بيحصل لهم. عشنا الموال ده. فانا ما اعتقدش ان احنا نعمل تحويل مسار. هي لو عايزه تشرفنا ان شاء الله. بس بنعمل احنا ايه بقى فكره الغدد الصماء معاها؟ يعني احنا بنعمل حضرتك بنقيس تقريبا كل الغدد وبنقيس كل الهرمونات. تمام. فممكن تلاقي الهرمونات دي على الارقام طبيعيه، ولكن هي طبيعيه لسيادتك وليا ولده ولده، لكن ليها هي ممكن مش طبيعيه. فاحنا بنروح واخدين ده مقيفين لها مستوى هرموني اخر يحرق الدهن ويحافظ على العضلات. تمام. بل سيادتك، فاحنا هنا بناخد يعني الكشف الهرموني ليس ان انا اكتشف العيوب الهرمونيه والاضطراب في مستويات الهرمونات، لا لا لا، ده انا عايز اعرفها كام عشان انا اظبط لها مستوى تاني. واصله؟ صح طبعا. واخبار حضرتك. اه. فهي يعني انا اقول ان هي دلوقتي حضرتك تاكل نص كميه الاكل اللي هي بتاكلها، يعني الاول كده تقعد مع نفسها شهرين مفيش داعي تيجي تصرف الافات، تاكل نص كميه الاكل، تحاول تعمل التمارين اللي على مفاصلها تقدر تتحملها، في تمارين تعملها وهي نايمه على السرير، تمارين وهي قاعده، لان كانت بتمشي تقدر تمشي. طب احنا عشان نبقى اكثر واقعيه يا دكتور، يعني اللي سنه صغير ويطلع مثلا يقول لك عندي 35 او 40 وزن 100، ده معقول ان احنا نخش فيه كمان شمال يعني نقول له يخس؟ بس لما يكون واحد سنه كبير ووزنه بالصوره دي مش بيبقى فيه صعوبه في ان هو ينزل؟ كمان الحرق، لان الهرمونات والحرق والدنيا عنده صعبه. مع تقدم السن الجسم يميل الى اختزان دهون، صح، وفقد عضلات، صح. فهنا المجهود او الاكسرسايز اللي بنسميه بالعربي اللي هو يعني التمرينات، ولو حتى تلت ساعه في اليوم، وده حتى الاجانب ما انت عارف، صح، قبل ما يروح الشغل لازم اعمل تمرين 90 سنه وركب عجله وبيلف حوالين بيت، ده جامد، لكن على الاقل في تلت ساعه في البريك بتاعت الشاي او القهوه، صح، كوفي بريك، بيعمل ينزل يعمل مش عارف ايه، دي تحافظ بعد سن الخمسين سنه على الكتله العضليه لجسم الانسان، لانها بتبدا تبقى عامله زي الشرايط كده، صح، فيقدر يتعامل بقى مع دهون. هي دلوقتي كلها ده كله، صح، مفيش عضلات، فهيبقى فيه صعوبه. اه نعم. دكتور محمد، احنا في اخر 10 ايام في رمضان، كل عام طيب، عيدكم من نيران ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، نتمنى لكل الناس التوفيق والشفاء باذن الله في ال 10 ايام الاخرى. ده رمضان بيجري زي الصاروخ ان شاء الله، والحرقه جريت زي الصاروخ، الله يبارك فيك. فنص لك الدقيقه. هو بالنسبه للدقيقه احنا بنقول دلوقتي الرساله بتاعت النهارده، لان كل مشاكل المشاهدين اللي جت اللي هو تعاطي الانسولين، وانا شايف ان معظمهم بطريقه خاطئه، وكان في تسرع لاخذ الانسولين. الانسولين يريح الطبيب، لانه في بدايات اخذ هذا الانسولين بيدي نتائج يعني رائعه، صح، فيخلي العيان يقعد يحكي ويتحاكى. بعد فتره يبدا ان الجسم مش يتعود عليه، هو بيبدا الجسم نفسه ما يتجاوبش معاه، بقى ضيف معروف ومألوف، والانبهار انبهار الجسم بالانسولين بيضمحل وينتهي. فيبدا المشكله فين بقى؟ نبدا نعلي الجرعات. اما نعلي الجرعات يبدا العيان يشعر بالجوع في فترات معينه يعوضها انه ياكل من غير ما ياخد باله، وزنه يزيد، السكر يزيد، يعلي الانسولين، دخلنا في دايره مغلقه مقرفه لا مؤاخذه في اللفظ، ولكن هي لازم نكسرها، ان احنا نقلل اكل، نعمل مجهود، ناخد حبوب، نقلل الانسولين بعد شويه لحد ما نحاول ننزله للنص او نوقفه. دكتور محمد، استاذنك بنهايه الحلقه. اتفضل يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه الشمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.